لو لم يكن في العلم إلا القرب من رب العالمين والالتحاق بعالم الملائكة المقربين لكفى به فضلا وشرفا، فكيف وعز الدنيا والآخرة مشروط بحصول العلم. استمعنا أيها الجمع الكريم إلى هذه الكلمة المباركة من الدكتور عبد الكريم ياسين سلامة من علماء الأزهر الشريف، ونحن هنا نقدم واجب العزاء لأستاذنا وتاج رأسنا معالي الأستاذ الدكتور محمد متولي منصور الداعية الإسلامي الكبير. يحضر معنا هذا الواجب من أعلام قراءة القرآن الكريم في مصر والعالم العربي والإسلامي القارئ الشيخ عبد الفتاح الطاروطي. الآن إلى تلاوة مباركة كريمة من ضيفنا الكريم فضيلة القارئ الشيخ عبد الفتاح الطاروطي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في وكان الله غنيا حميدا. ولله ما في السماوات وما إن يشأ يذهبكم أيها
وكان الله على ذلك قديرا. وكان الله
وكان الله سميعا بصيرا. يا أيها الذين آمنوا قوموا قوامين بالقسط شهداء شهداء لله ولو على أنفسكم ولو ولو على أنفسكم أو الوالدين وعلى الأقربين فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا يا
شهداء ولا أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فهو فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا فلا تتبعوا فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا صدق الله العظيم.